كل شعوب العالم تبحث عن مصدر العيش الذي يوفر الحياة الكريمة، ومن نعم الله علينا أنه أعطانا فرصة للعيش الكريم، النفط. الذهب الأسود نعمة من الله تعالى سهلت علينا العيش، لكن هذا المصدر قابل للنفاد. حينها ما الحل؟ السياحة. أرضنا غنية بالمعالم السياحية التي تميزها عن غيرها من المناطق السياحية في العالم. ليبيا بوابة العالم وتتوسطه، مما يجعلها سهلة الوصول ويجعل منها نقطة تنقل بين القارات. لها تاريخ حافل بالحضارات التي مرت بها وتركت خلفها إرثاً ثقافياً متنوعاً ومميزاً. صحراء جذابة، شواطئ ممتدة على أطول ساحل للبحر الأبيض المتوسط، جبال عريقة ومناخ معتدل. السياحة توفر لنا فرصاً للعمل، مصدراً للعيش، تطوير البنية التحتية والقدرات البشرية. وزارة السياحة.